يلا بنبدأ بدرس اليوم صفحة صفحة 64. طبعا هو تتمة الدرس السابق. الدرس السابق كان عم يحكي عن حل معادلات من الدرجة الثانية، ونحن حاليا راح نكمل بنفس نفس الفكرة يعني، أو نفس الدرس مع شوية أفكار جديدة أو أفكار بسيطة. أول شيء خلينا نحكي، لو أنا حبيت أرسم معادلة من الدرجة الثانية، يعني بمعنى آخر كل معادلة، أول شيء كل معادلة من الدرجة الثانية، كل معادلة من الدرجة الثانية بهذا الشكل، لو حبيت أرسمها راح أنت ترسم معي على شكل قطع مكافئ. كل معادلة من الدرجة الثانية هي معادلة قطع مكافئ. بعض المفاهيم الأساسية المهمة، هدول النقاط، هدول النقاط هني نقاط تقاطع مع محور الوايات، اللي أنا بعرف هون إنه واي تساوي الصفر، هون إكس تساوي الصفر. فوقت بتكون واي تساوي الصفر، بمعنى آخر التقاطع مع محور الإكسات، فهذا الشيء بيعني إنه هي المعادلة تساوي الصفر. هذا الشيء هو نفسه حل معادلة. هلا أنا بعرف وقت بحل معادلة من الدرجة الثانية شو الاحتمالات؟ أما يتقاطعوا بنقطتين، أو يتقاطعوا على سبيل المثال بنقطة واحدة، أو ما يتقاطعوا أبدا. شو يعني ما يتقاطعوا أبدا؟ يعني يكون واي تساوي صفر غير موجودة في هاي المعادلة. وقت كانت عندنا دلتا أصغر من الصفر إذا بتتذكروا، وكنا نقول ان المعادله من الدرجه الثانيه بنحلها، هي ليس لها حل، فبيكون بهذا الشكل، يكون قطع المكافئ ما بتقاطع مع محور الاكسات، يعني واي لا تساوي الصفر. هلا هي المنطقه، هي المنطقه السالبه من القطع، وهي المنطقه اللي هون، هذول الجزئين هن الجزء الموجب من القطع. فانا لو رجعت على الفقره تبعي صفحه 64، في بداية الفقرة هون شو عم نحكي؟ عم نقول أول شيء إنه كل معادلة من الدرجة الثانية هي معادلة قطع مكافئ. هذا القطع المكافئ إذا كان الدلتا أكبر من الصفر، يعني إذا كان له حلين، بيكون بهذا الشكل. هدول هن الحلين، هي إكس واحد وهي إكس اثنين. إذا كانت يعني امثال اكس مربع اكبر من الصفر، فبيكون جهة القطع لفوق. واذا كانت اصغر من الصفر مثل ما كاتب لي هون، فبتكون جهة القطع لتحت. تمام، شلون فيني ادرس، او شلون فيني اعرف اشارة متراجحة او اشارة معادلة من الدرجة الثانية؟ بكل الاحوال لنفرض انه عندي اكس مربع ناقص 2x ناقص 10 تساوي الصفر. هاي المعادلة من الدرجة الثانية بتنكتب x ناقص 5 في x زائد 3 تساوي الصفر. بمعنى آخر إنه x تساوي 5 و x تساوي ناقص 3. هلأ شو بعمل؟ جدول صغير هون، بحط x ناقص 5 هون، بحط x زائد 3 هون، بحط المقدار الكامل اللي انا بدي اياه اللي هو معادله من الدرجه الثانيه. امتى بتنعدم اكس ناقص 5 عند الخمسه؟ امتى بتنعدم اكس زائد 3 عند الناقص 3؟ هلا دائما بقول ما قبل الصفر سالب، ما بعد الصفر موجب، ما قبل الصفر سالب، ما بعد الصفر موجب. طبعا السبب هو امثال اكس. شوف امثال اكس هون، هي لو كانت المعادله بهذا الشكل، هي معادله من الدرجه الاولى، هي المعادلة بتطلع على أمثال X. إذا كان الأمثال، إذا كانت A موجبة، فدائما بيكون هذا السالب وهذا الموجب، وإذا كانت A سالبة فبيكون هذا الموجب وهذا السالب بالعكس. هلا أنت إذا نسيت فينك بالتعويض، يعني خد قيمة أصغر من الخمسة، 2، 2 ناقص 5 ناقص 3 أصغر من الصفر، تعوض. هلا الإشارة بين هدول المقدارين هي ضرب، سالب ضرب سالب موجب، بعدين هم بحط اصفار، سالب ضرب موجب سالب، موجب ضرب موجب موجب.
فأنا حاليا بعرف إنه من الناقص لا نهاي، من الناقص لا نهاي للناقص 3 هذا المقدار هو مقدار سالب، ومن الخمسة عفوا موجب، ومن الخمسة للزائد لا نهاي أصلا هذا المقدار هو مقدار موجب. طبعا أنا بالامتحان ما عندي الوقت الكامل حتى أكتب كل هدول، راح أختصرهم بكلمتين أخف. معادلة من الدرجة الثانية وامتنع، دي امتنع دي مع المقدارين عند الناقص 3 والخمسة ما بين الجذرين دائما بقول سالب، ما خارج الجذرين دائما بقول موجب. وين جواب؟ ليش ما اجى حد اليوم؟ مش كأنه بلشت ما في حد اونلاين الا انا، ديك عم بعطي الدرس لحالي تفضل. بس بكفي الدرس عم سجله، يلا كفي معي. تتذكر هدول دراسة معادلة من الدرجة الثانية نحفظها، ما داخل الجذرين سالب ما خارج الجذرين موجب، بحفظها بهذا الشكل دائما. بقول هون او بقول هي يوافق الف وهي يوافق الف، شو يعني الف؟ يعني امثالها هاي، هون ما كان في الف، هون يخالف الف، يوافق الف يوافق الف يخالف الف. بمعنى اخر لو كانت اشارة اكس مربع سالب شو بصير؟ هذا بصير بالعكس. هلا نرجع نحل شوية تمارين، شو رأيك أنا وياك؟ التمرين الرابع، التمرين الرابع اكس مربع تنتقل على الطرف الثاني بصير عندي 2 اكس مربع ناقص اكس مربع، اكس مربع وحدة ناقص 2 اكس ناقص 3 أصغر من صفر. وين بنعدم هذا المقدار اللي هو ناقص 3؟ لحاله. بسرعة بسرعة بسرعة. بتكسر صوري يا زلمة. عددين جداول ناقص 3 ومجموع ناقص 2 هن ناقص 3 و1، بنعكسوا شو بصيروا؟ 3 و1. هنجون حشونا انه ناقص 3 و1 شو بصيروا؟ ناقص 1 و3 صح؟ شو بحط هون؟ صفار. يخالف إشارة ألف، يعني هون شو بصير؟ سالب، لأنه إشارة ألف هي موجبة، أو ليك هون هي موجبة. هون يوافق إشارة ألف يعني موجب سالب موجب صحيح؟ هو شو بده إياه المقدار؟ بده إياه أصغر من الصفر، يعني سالب مني لوين سالب؟ من الناقص لنهاية لثلاثة. نرجع بنكتب 2x مربع ناقص 11x زائد 12، مو 12 اللي نفس الإشارة، فبناخد هون لازم يكون الأعداد سالبة صح؟ ناقص 4 وناقص 3، هون بناخد 2 وبناخد هون 1. هلا ايش صاروا هدول؟ ناقص 6 ناقص 4، لا ناخذ هون 2 وهون 1، ايش صاروا؟ صاروا هلا ناقص 11 صح؟ فطلع عندي هذا بيتحلل، هذا المقدار الجميل لشو بيتحلل؟ بيتحلل ل x ناقص 4 و 2 x ناقص 3، هذا كله شو بيساوي؟ بيساوي الصفر. فلو حطيت جدول هيك راح يطلع معي هون، وين بنعدم هاد؟ بنعدم عند الأربعة وعند الثلاثة على اثنين، عند الواحد ونص، يعني هون صفر وهون صفر. ما داخل الصفرين أو ما داخل الجذرين يعاكس ألف، شو إشارة ألف هون؟ موجب، فهو عكسه، صار موجب بسالب بموجب، فهو بده المقدار أكبر من الصفر. شو يعني أكبر من الصفر؟ من الناقص لنهاية للثلاثة على اثنين ومن الأربعة للزائد لنهاية. اللي بعده آخر واحد، اللي هون راح أنقلهم كلهم لهذا الطرف، شو بصير معي؟ بصير معي إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 12 أصغر ليش؟ طيب إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 12، هذا المقدار كله ما أنا نقلته لهون يعني راح يكون أصغر من الصفر صح؟ أصغر أو يساوي الصفر بهذا الشكل. تعال نحلل، نقول إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 12 بتساوي الصفر، من عددين بضربوا ببعضهم بيعطوني 12 وبقسموا الناقص 6 والناقص 2، فوقت بحط الكسر شو بحط هون؟ 2 و6 شو بيعطوني هون؟ اصفار. إشارة إكس مربع موجبة فلازم يكون هون يخالف إشارة ألف، يعني هون سالب وهون موجب وهون سالب. هلا شو بده مني هو؟ بده هذا المقدار يكون أصغر من الصفر، منين لوين أصغر من الصفر؟ من 2 من 2 لل 6 على اعتبار إنه إكس عدد صحيح، وطبعا ما بدي أخذ 2 لأنه هو عمل لي أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي، فالأعداد بتبدأ من 2 بتنتهي بال 6، يعني 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 شو بيعطوني؟ 11 15 20،
شد مجموعة هدول 20 صحيح. الفقرة اللي بعدها ليش ما دخلها مفاجأة إيش؟ وين الخمسة؟ صعبة. لا والله كنت مهد لكم قبل بيوم. بكل الأحوال هلا هون هذا مترجح حال. في درس يعني لا. خليكم هي بعزم. كمان هون تمرين جاهز وين بنعدم البسط؟ بنعدم عند 2 وبنعدم عند الناقص 5 والمقام بنعدم عند 3. لا هو مو لازم على 4 لانه اذا انعدم على 3 بصير لا بنعدم عند 3 وغير معرف لازم نشيله. لازم يكون لكن ليك تفرج شو معناته شاد غير معرف حاطين له غير معرف لكن هلا هذا المقدار اكبر من الصفر بمعنى اخر يا البسط موجب والمقام موجب يا البسط سالب والمقام في عندي اكثر من احتمال تمام. تعال ناخذ احسن ما نروح وقتنا ناخذ شيء تمرينين او ثلاثه ناخذ 3 تمارين انتم تكفون بالبيت. التمرين الاول الاول بنعدم البسط بنعدم عند الناقص 2 وعند 3 وشو بيعطيني بهالحاله هي بيعطيني صفر. بنعدم عند الناقص 2 وعند 3 الناقص 2 ما قبل الناقص 2 سالب ولا موجب؟ سالب وبعده موجب وما قبل الناقص 3 3 سالب ما بعده موجب بيطلع معي هون موجب هون سالب وهون موجب. او بتذكر انه هي معادله بالدرجه الثانيه مثل ما حكينا قبل شوي وبقول عند جذرين عند جذرين مين هن الجذرين عفوا عند جذرين مين هن الجذرين هن ناقص 2 و3 هون يخالف وهون يوافق إشارة ألف موجبة فهني هيك بيكون. هلا المقام وين بنعدم؟ بنعدم عند الأربعة. عند الأربعة المقام بيساوي الصفر الكسر كله غير معرف صح؟ هذا الكسر غير معرف هون هيك صحيح؟ ما قبل الأربعة شو بكون المقدار؟ سالب واللي بعده موجب. هلا البسط موجب والمقام سالب شو بكون المقدار كله؟ البسط موجب طبعا هون هو بيساوي الصفر صح؟ موجب ضرب سالب 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 ضرب سالب موجب موجب ضرب سالب سالب موجب ضرب موجب موجب. هو شو بده المقدار؟ بده المقدار اكبر من الصفر يعني موجب صح؟ منين لوين موجب؟ من عند الناقص 2 للثلاثة بعدين من الأربعة للزائد الثانية تمام؟ مثال آخر جميل يلا شوي شوي نرسم قوس جميل. وين بنعدم البسط؟ بنعدم عند السبعة عند الناقص خمسة. هلا هون في عندي شغلة مهمة خليني اختصر عند الناقص عند السبعة وعند الناقص خمسة خليكم معي بعدين. شو بيساوي؟ بيساوي الصفر صح؟ سؤال شو هي إشارة آ؟ يعني اكس مربع شو اشارته؟ اكس ضرب اكس اكس مربع ناقص اكس مربع سالب معناته شو بصير هذا؟ موجب. شوف انعكسوا لانه يخالف اشاره الف معناته هذا موجب وهدول سالبات صح؟ هلا المقام وين بنعدم؟ بنعدم عند العشره وعند عند الواحد صح؟ هون هذا المقام بهذا الشكل. طبعا هون اشاره يعني اكس ضرب اكس موجبة وبالتالي شو بيعطيني هون؟ سالب. هون سالب وهون موجب وهون موجب الشكل الجميل. هلا سالب تقسيم اول شيء وين بصير صفر؟ عند الناقص خمسة وعند السبعة وهون شو بصير؟ غير معرف وهون غير معرف. سالب ضرب موجب سالب موجب ضرب موجب موجب سالب هون في عندي هاي هذا المقطع شايفينه؟ هذا موجب ضرب سالب 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 ضرب سالب موجب سالب ضرب موجب سالب هيك هن متناوبين بالبعض. شو بده هو؟ بده المقدار اللي اكبر او يساوي الصفر من ناقص 5 للواحد من السبعة للعشرة. مجال مغلق لانه في اكبر او يساوي ولكن ليش مفتوح عند العشرة وعند الواحد؟ لانه غير معرف لانه ما بصير اخذ قيمة العشرة وما بصير اخذ قيمة الواحد بصير المقام صفر. بدي انتبه لهذا الموضوع تمام. اخر واحد الثامن الثامن البسط شلون بنكتب؟ بنكتب اكس مربع اكس ناقص 2 واكس زائد 2 بمعنى اخر انه بينعدم وين بينعدم؟
بنعدم عند الناقص 2 وعند 2 شو بيعطيني هون؟ صفار. بيعطيني صفار. ما داخل الجذرين يخالف وما خارج الجذرين يوافق بهذا الشكل. المقام بنعدم زائد 2 وزائد 3 يعني ناقص 2 وناقص 3 وناقص 2 صح؟ هاي ناقص 2 موجودة بقى يعني عندي ناقص 3 هاي ناقص 3 شو بحط هون؟ حط هون صفر. طبعا الكسر كله غير معرف هون. هون شو بيساوي؟ بيساوي الصفر. هون بيساوي الصفر. نحن اتفقنا عند الناقص 3 والناقص 2 صح؟ معناته هون كمان صفر. ما داخل الجذرين يخالف ما خارج الجذرين يوافق. هلا موجب ضرب موجب، موجب موجب ضرب سالب، سالب سالب ضرب موجب، سالب موجب ضرب موجب، موجب. هذا الشكل الجميل جدا. شو بده هو؟ بده هذا المقدار يكون اصغر من الصفر، صحيح؟ اصغر من الصفر من ناقص 3 لوين؟ ليك من ناقص 3 ل 2 صح؟ اصغر من ناقص 3 شو بتكون؟ تكون موجبة صح؟ ليك موجب. واكبر من 2 شو بتكون؟ سالبة. معناته من ناقص 3 لاثنين. بس في عندي مشكلة انه هذا المقدار اللي هو ناقص اثنين شو بيعمل بالمقام؟ بصفر. خلي هون انا عندي عدم تعريف، ما بصير يكون ناقص اثنين صح؟ معناته باخذ كل شيء، باخذ من ناقص ثلاثة باستثناء الناقص لاثنين، باستثناء الناقص اثنين والناقص ثلاثة. الناقص اثنين شلناها ليك، حطيناها قوس مفتوح، باستثناء مين كمان؟ الناقص اثنين، شلنا الناقص اثنين. تمام. مثال اخر وان شاء الله يكون في امثلة كمان. بعدين بالفقرة اللي بعدها شو عم بيقول لك يا محمد يا جواد؟ بيقول لك انت وعم تدرس هدول المتراجحات اذا كان عندك مقدار موجب فهو ما راح يلعب دور كبير بالتمرين. يعني تعال شوف هذا المقدار، هاي الاكس مربع ناقص 4 اكس زائد 4 شلون تنكتب؟ تنكتب اكس ناقص 2 للتربيع ضرب اكس مكعب صح؟ طب اكس ناقص 2 هو دائما موجب، معناته هذا ما راح يلعب دور، شيله ما بهمني. بهمني فقط لانه في يساوي، بهمني قيمه 2 يعني الصفر، يعني معنى اخر انا عم برسمه. هذا المقدار ما راح اطلع عليه لانه دائما موجب، ما راح يغير اشاره المتراجعه. من هو راح يغيره؟ الاكس مكعب. الاكس مكعب وين بصير؟ بيساوي الصفر، عند الصفر. ما قبل الاكس يعني ما قبل الصفر شو بيكون هذا المقدار؟ سالب. واللي بعده موجب. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس مكعب. هذا وين بينعدم؟ بنعدم عند الثلاثة. ما قبل الثلاثة شو بيكون؟ عكس إشارة ألف يعني موجب. وجرب حظك حط أي عدد خلنا شو راح يطلع؟ سالب صح؟ بهذا الشكل. طبعا هون غير معرف، هون شو بيساوي؟ بيساوي الصفر. سالب ضرب موجب، سالب موجب ضرب موجب، موجب موجب ضرب سالب سالب. هو شو بده المقدار؟ بده يا أكبر أو يساوي الصفر. أكبر يعني من الصفر للثلاثة، بس ما فيني أخذ الثلاثة لأنه الثلاثة غير معرف. من الصفر للثلاثة خلصنا، بس في عندي أنا وقت بتكون إكس اثنين هذا المقدار شو بيساوي؟ بيساوي الصفر، وأنا بدي إياه أكبر أو يساوي الصفر، فشو بحط كمان؟ حط اثنين. شوف لو التمرين جاي، لو هذا التمرين جميل، لو هذا التمرين اجى بلا يساوي بلا هاي، فبتكون هاي اثنين غير موجودة. ولكن بسبب وجود اليساوي يساوي الصفر، هذا بيساوي الصفر، وبتكون اكس ايش قد؟ اكس اثنين، فبحط اثنين معه. اللي بعده، هذا المقدار موجب ولا سالب دائما؟ في تربيع دائما موجب، فما بنظر له. الفوق هو عبارة عن ناقص واحد وناقص خمسة، بمعنى آخر واحد وخمسة صح؟ عند الواحد وعند الخمسة هذا المقدار شو بيساوي؟ بيساوي الصفر. ما بين القوسين أو ما بين المقدارين شو بيكون؟ سالب. ما بين المقدارين شو بيكون؟ موجب. هو شو بده المقدار؟ أصغر من الصفر، يعني من الواحد للخمسة الأمور تمام، بس بين الواحد والخمسة في عدد أربعة، شو بيخلي المقام؟ يساوي الصفر، بصير غير معرف عشان هيك بنشيله. حلو كثير. نحل التمارين الفردية بهذا المثال الجميل. لا
خليك اقول لك معي محمد، شوف درس درس قائم بحد ذاته. القيمة المطلقة دائما فبتطلع برا تمام. اكس مربع زائد 2 اكس زائد 15 وين بنعدم هذا؟ عند الخمسة، عند عند الخمسة والثلاثة؟ لا 15 عددين جزاهم 15 ومجموعهم 2 مين هن؟ لحظة نحكي الموضوع بطريقة أخرى. تعال نحسب دلتا هون، مين هي دلتا؟ هي 4 ناقص 4 في 1 في 15. هذا المقدار أصغر من، بمعنى آخر ما عنده جذور، ما عنده جذور، ما في جذور، وبالتالي هذا المقدار دائما كمان دائما موجب، هذا المقدار دائما موجب وهذا المقدار دائما موجب، اتفقنا؟ معناته مين راح يحدد إشارة الكسر؟ هو الإكس ناقص 3. وين بنعدم هذا؟ بنعدم عند 3. ما قبل 3 شو بيكون؟ سالب صح؟ وما بعد 3 شو بيكون؟ موجب، وإذا نسيت بالتعويض. هلا هو شو بده المقدار؟ سالب، بده اياه سالب يعني اصغر من الصفر. منين بيبدا؟ من الناقص لا نهائي للثلاثه. ولكن لا هو بيروح نفس تمام تمام قليله خليكم يا عزكم لحد الان الامور ماشيه تمام. من الناقص لا نهائي لوين؟ للثلاثة. هذا المقدار سالب، أنا بدي إياه سالب لأنه فوق دائما موجب، موجب تقسيم سالب سالب. بس في عندي هون وقت بتكون إكس 2 شو بصير هذا المقدار؟ إكس ناقص 2 شو بتصير إذا كانت إكس 2؟ بصير صفر. بس أنا ما بدي المقدار صفر، بدي إياه أصغر من الصفر، معناتها شو بشيل؟ معناتها بشيل 2 تمام؟ راح وقف تسجيل شوي بس يطلع لف. هذا المقدار الأسة 3 بالأس إكس. إذا كانت X عدد حقيقي، أي عدد حقيقي، مستحيل يكون هذا المقدار يساوي الصفر، دائما هو مقدار يعني أكبر من الصفر. يلا يا لبنى خلصنا؟ يعني 3 أس ناقص 1 هي نفسها 1 على 3 هي أكبر من الصفر، 3 أس 2 هي 9 هي أكبر من الصفر. يعني كان المقدار سالب وكان المقدار موجب، دائما هذا المقدار يا جواد اكبر من الصفر. حتى 3 من الصفر شو بتساوي؟ تساوي الواحد، كمان هي اكبر من الصفر. اذا دائما اي مقدار بهذا الشكل شو بيكون هذا المقدار؟ لو حطيت له اشاره ناقص شو بصير هذا المقدار؟ اصغر من الصفر. طيب نرجع مثالنا، المثال هذا الموجود عندي هون اذا كان سالب لهذا المقدار. لا شو العلاقة الأس؟ أس ما له علاقة له، عم أقول لك دائما المقدار موجب. جيت ضربته بسالب شو صار هذا المقدار؟ صار سالب، كان موجب صار سالب. 3 بالأس إكس هذا المقدار موجب ولا سالب؟ موجب. ما بيهمني المقدار الموجب، ما بيغير الإشارة، ما بنظر عليه. هذا المقدار دائما دائما موجب، ما بيهمني، بيطلع برا. هلا في عندي معادلة من الدرجة الثانية، وين بتنعدم يا محمد؟ تنعدم. خليك معي حباب جوال. هن عبارة عن 3 وناقص 1، ناقص 3 و1 صح؟ ناقص 3 و1 هذا المقدار شو بيساوي؟ بيساوي الصفر. شو بنقول نحن؟ بنقول ما داخل الجذرين يخالف إشارة ألف. إشارة ألف هي قدام الإكس مربع، يعني هون شو الإشارة هون؟ موجب ولا سالب؟ موجب، فبيكون هذا يخالف يعني سالب. هون شو بيكون؟ موجب بموجب. بده هو المقدار شو يكون؟ أصغر من الصفر. شو يعني أصغر من الصفر؟ يعني من ناقص 3 لوين؟ للواحد، من ناقص 3 للواحد. اللي بعده، هذا المقدار موجب ولا سالب؟ موجب. هذا المقدار أخذناه الدرس الماضي، هذا المقدار دائما موجب. ليش؟ لأنه عبارة عن x مربع زائد 4x زائد 28. حكيت لكم الدرس الماضي إذا كانت الإشارة موجبة فهذا المقدار ما بينعدم أصلا، ما بيساوي الصفر. شوف كل مقدار من هذا الشكل، كل مقدار x مربع زائد x زائد 1
هذا المقدار مستحيل يساوي الصفر. شرحت لكم اياها الدرس الماضي ليش؟ اكس مربع دائما اكبر من اكبر من الصفر، العدد بعد ما تربعه ضف له نفسه راح يضل اكبر من الصفر، ارجع ضف له واحد راح يضل اكبر من الصفر. فهذا المقدار الجميل اكس مربع زائد 4 اكس زائد 28 هو مقدار موجب، مقدار موجب. هلا معناته اللي راح يلعب دور باشاره متراجحه مين هو؟ هو المقام اللي هو اكس ناقص 3. وين بينعدم؟ بينعدم عند 3. ما قبل 3 سالب، ما بعد 3 موجب. هو شو بده اياه؟ بده اياه موجب، يعني من 3 لوين؟ للزائد لا نهائي. على اعتبار انه حاطط يساوي فكان المفروض انا شو اخده؟ مغلق. بس ليش ما راح اخذ مغلق؟ لانه ما بدي المقام يساوي الصفر، يعني ما بدي 3، لانه 3 بتخلي المقام معدوم، فبشيل 3 بصير مجال مفتوح. مثال اخر، اتفقنا احنا هون اعداد زوجية ولا فردية؟ تعال نختار، هذا حليناه، هذا انتو حلوه. قاعدة مثل ما حافظه جواد، جواد شو بيقول؟ جواد ما بيعوض، جواد حافظ قانون. صح. شو بقول؟ بقول اكس ناقص 3، شوف شو بتطلع، بتطلع على امثال اكس هون، موجب ولا سالب؟ موجب، بحط عكسه، شو بحط هون؟ هون بحط موجب. المقدار اللي تحته وين بينعدم هاد؟ بينعدم عند الناقص 3 والواحد، بينعكسوا شو بصيروا؟ عددين جداول ناقص 3 ومجموع ناقص 2، الناقص 3 و1. الناقص 3 بتنعكس بتصير 3، والواحد شو بتصير؟ ناقص 1، بينعدم هون. ما داخل الجذرين يخالف ألف، أخذناها قبل شوي بغيابكم، ما خارج الجذرين يوافق ألف، مين ألف هون؟ شو الإشارة هون؟ موجب، فبيكونوا هدول برا اثنيناتهم موجبات والجوا سالب. هلا هي نفسها، ايه نفسها. هلا الكسر كامل، خليك معي، عند المقام وقت المقام بيساوي الصفر هذا المقدار شو بيكون؟ بيكون غير معرف، لانه ما بصير المقام يساوي الصفر. حط هيك، وقت البسط يساوي الصفر، امتى البسط يساوي الصفر؟ هو نفسه 3. هلا سالب تقسيم موجب، سالب سالب تقسيم سالب موجب، موجب تقسيم موجب موجب. هلا شو بده اياه هو للمقدار؟ بده المقدار اصغر من الصفر. وين ببلش يكون اصغر من الصفر؟ من عند الناقص واحد، من عند الناقص لا نهائي لوين؟ للناقص واحد. هذا المقدار سالب صح؟ معناتها من الناقص لا نهائي لوين؟ للناقص واحد. بس عندي شغله كثير مهمه، عند اثنين، عند اثنين هذا المقدار شو بيساوي هون؟ هلا هون انا اوكي هذا المقدار موجب ما عندي مشكله، بس عند اثنين شو بيساوي هذا المقدار؟ بيساوي الصفر. هذا المقدار كله شو بصير؟ بصير صفر. طب هو عم بيقول لي بده هذا المقدار اصغر من الصفر او يساوي الصفر. امتى بيساوي الصفر؟ عند اثنين، عند اثنين بيساوي الصفر. فمش بضيف للمقدار اللي انا لقيته كله، شو بضيف له اخر شيء؟ هو هون عند اثنين بيساوي الصفر، بس هون عند ثلاثة بيساوي الصفر. عند 3 بيساوي الصفر بس ما موجب، يعني هذا المقدار سالب. هذا المقدار موجب عفوا، هو شو بده؟ سالب. بده المقدار السالب. منين بيبدا السالب؟ من الناقص لنهايه للناقص واحد. خلصنا، خلصنا، ما عاد يكون سالب اكثر من هيك، يعني هذول كلهم موجبات، بس بقيان عندي ممكن يساوي مين؟ يساوي الصفر، فبيجي بحط 2. وبشوي حكيت قبل ما تجوا انتم، لو ما في يساوي ما بتكون هي موجوده. سبعة وستين نحن. أخذتوا من الأربعة وستين إلى. لا نحن الحمد لله يعني سريعين في الأمور. سبعة كمان. ما كتار شن كتار؟ أربع صفحات. يلا خليكم معي بعد زكوا. خليك معي أستاذ. أستاذ. سامعيش نتائج. طيب موبايل أرخيني ريحك بالله بتروي توجع راسك. شكرا لك، برافو عليك. جايب موبايل فقط كمان. يلا خليك معي. مين مين العامل المشترك بالبسط والمقام؟ الاكس. خلينا نطالع برا. عندك، خليك معي يا محمد،
ناقص 6 اكس زائد 9 صح؟ على اكس في اكس مربع ناقص 9 صحيح؟ هيك المقدار من كتير. لو كانت اكس موجبة فوق شو راح تكون اكس تحت؟ كمان موجبة. ولو كانت سالبة شو راح تكون تحت؟ سالبة. بمعنى اخر هدول ما راح يلعبوا كتير دور بإشارة الكسر فشيله. هلا الفوق مين هي الفوق؟ هي مطابقة صح؟ هي x ناقص 3 للتربيع يعني دائما دائما موجبة دائما موجبة ما راح تلعب دور بالحل. أما التحت فهو بينكتب x ناقص 3 في x زائد. بمعنى آخر وين بنعدم؟ بنعدم عند الناقص 3 وعند 3 ما داخل الجذرين يخالف ألف. شو إشارة ألف هون؟ موجب. فهو بخالفه شو بيكون؟ سالب. وهون شو بيكون؟ موجب. لا ما بضرورة. ليش نروح مع بعض؟ هذا موجب خلص واللي تحته سالب. هلا هو شو بده المقدار؟ أكبر أو يساوي الصفر. معناتها بده إياه موجب. منين لوين موجب؟ من الناقص لنهاية للناقص 3 ومن 3 للزائد لنهاية. تمام؟ واضحة الفكرة؟ طبعا في عندي بس شغلة هوني حاطط لي يساوي. فالمفروض أنا بناء على نقاش التمرين قبل شوي إنه تقول لي ليش ما أخذت X تساوي 3؟ هلا X تساوي 3 وتكون X تساوي 3 شو بكون البسط بيساوي؟ الصفر. هو عم بيقول لي بده الصفر المفروض أخذها. بس هي شو بتعمل بالمقام؟ تعدمه. بالعكس بتخليه صفر. شوفي تفرجي بالصدفة طبعا هون نفس المقدار. بتخلي المقام صفر وبتخلي البسط صفر. إيه ما بمشي حال يكون مقام صفر ما باخده. اللي بعده اللي بعده هاد 15 نفس اللي فوق مع شوية تغييرات. شوفوا أول حبابي يلا هون خلينا نسلم حل هذا التمرين يا محمد. محمد وين بنعدم هذا المقدار الجميل؟ بنعدم عند الناقص عند الأربعة والناقص واحد. لا هو ناقص أربعة وواحد عكستهم شو صاروا؟ أربعة وناقص واحد سوى صفر. ما داخل الجذرين بيكون سالب واللي بعده شو بيكون؟ موجب. هذا المقدار وين بنعدم؟ عند الناقص واحد. شو بيكون قبله؟ سالب وبعدين موجب صح؟ طبعا وقت يكون x ناقص 1 شو بيكون هاد؟ غير معرف. شو بيكون هاد؟ صفر. موجب ضرب سالب 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 ضرب موجب سالب. موجب ضرب موجب موجب بهذا الشكل. هلا هو شو بده المقدار؟ بده اياه اكبر من الصفر يعني من الاربعه لوين؟ للزائد لنهايه. المقدار ما قبل الاربعه شو بيكون المقدار؟ سالب. هو بده اياه موجب. اللي بعده نفس المنطق مع اختلاف بسيط انه بعد ما يطلع معي الجواب راح يطلع معي راح شيل اثنين. ليش راح شيل اثنين؟ لأنه اثنين شو بتعمل بالمقام؟ خليه يساوي الصفر ينعدم. أنا ما بيهون علي ينعدم المقام صح؟ بعض التمارين الجميلة هون فيكم تسلوا فيهم. ليش هيك كتير تمارين؟ هلا راح ارجع لكم تمارين بس بدي اخلص هاي الفقره. تمام؟ لا كلهم معادلات من الدرجه الثانيه او متراجعات من الدرجه الثانيه بس ما عرفان كم صفحه في من هذا الدرس. صفحه صفحتين ثلاثة أربعة خمسة يلا بيخلصوا معنا هاي لك لانه انت اخذتي بالاصل مدرسه عن جد. هلا تشوف يا جواد حباب فيك تقعد هنا او تسكت. فتح خيار جميل. يلا بعد اذنك خليك معي. عنوان هاي الفقره البارابول او بالتركي شو بسموها؟ بارابولا. بارابولا هو عباره عن قطع مكافئ بالعربي او هي عباره عن معادله من الدرجه الثانيه. لو رسمتها بتعطيني قطع مكافئ. لاحظ هي معادله من الدرجه الثانيه. أول ملاحظة أنت كل ما ضربت الإكس مربع بعدد شو بصير بهذا القطع المكافئ؟ بيصغر بيصير ضيق. أيوة السبب
انه انت وقت عم يدي القطع المكافئ الوايات عم يكبروا ولا عم يصغروا؟ الوايات عم يكبروا صح؟ يعني انت وقت اذا عندك واي تساوي اكس مربع وواي تساوي 5 اكس مربع، وين واي اكبر؟ بال 5 اكس مربع صح؟ 5 اكس مربع معناته الواي اكبر، معناته عم تطلع لفوق الواي صح؟ معناته هذا عم يصير اضيق اضيق اضيق. طبعا بس ضربت بسالب نفس الكلام. هلا الاشاره هي كثير مهمه، هون اشاره موجبه معناته القطع المكافئ بيتجه نحو الاعلى، واذا كانت سالبه القطع المكافئ بيتجه نحو نحو الاسفل. هاي المعادله الجميله الموجوده هون اسمها معادله القطع المكافئ بدلاله نقاط تقاطعه مع محور الوايات. خليك معي، كل قطع مكافئ راح يتقاطع مع محور الاكسات، مع محور الوايات انا قلت، مع محور الاكسات. يعني وقت واي شو تساوي يا مجد يا محمد؟ وقت واي بتساوي صفر، وقت واي بتساوي صفر راح يطلع معي كم جواب؟ جوابين اكس واحد واكس اثنين بهذا الشكل. فهي المعادلة حفظ، معادلة القطع المكافئ بدلالة نقاط تقاطعه مع محور الإكسات. تعال ناخذ تمارين. هاي الصفحة كلها ما فيها تمارين. يلا راح حل الأعداد الفردية بهاي الصفحة الجميلة. خليك معي بعد إذنك. لا خليك معي. عاطيني هون نقاط تقاطع مع محور الاكسات صحيح؟ فبيجي بكتب المعادله. من هي المعادله؟ اف اكس تساوي ا اكس ناقص اكس واحد في اكس ناقص اكس اثنين صحيح؟ هلا بعوض المعطيات، شو عاطيني هو؟ من هي النقطة؟ مين بيعرف؟ ناقص 6 0. من هي النقطة؟ 2 0. عندي نقطتين صحيح؟ بعوضهم، شو بصير معي؟ لو عوضت هون راح عوض بدال اكس بكم؟ ناقص 6. هلا في عندي شغله ثانيه، هي النقطه ايش قال؟ صفر. هاي النقطه صفر، يعني عندي كم نقطه هون؟ ثلاث نقاط. هلا انا المجاهيل عندي هون مين هن؟ مين بيعرف هن المجاهيل؟ او خلينا نقول هون مين هن المجاهيل؟ ا وبي وجي، ثلاث مجاهيل صح؟ وانا عندي كم نقطه؟ ثلاث نقاط. فبكل بساطة فينك تحدد القطع. تعال نعوض أول نقطة اللي هي الإكس، الإكس إيش قد؟ 2 صح؟ 2 للتربيع 4، شو بيطلع معي هون؟ 4 أ، وبعدين شو بيطلع معي؟ 2 ب زائد سي، شو بتساوي هاي؟ بتساوي صفر. اللي بعدها راح أعوض ناقص 6، شو بتصير هاي؟ 36 أ ناقص 6 ب زائد سي، شو بتساوي؟ بتساوي صفر. اللي بعدها هون راح اعوض بدل كل اكس بكم؟ بصفر، بتصير هاي صفر وهي صفر، معناتها جي شو بتساوي؟ ناقص 12 فورا. هلا بالامتحان اذا كان عندك خيارات وما في الا خيار واحد فيه ناقص 12 بتختاروا لهذا وخلص انتهى الموضوع، ولكن اذا كان عندك اكثر من خيار فانت اوجدت جي وهلا مطالب انك توجد مين؟ توجد ا وبي. راح نضرب هاي بثلاثة، شو بتصير؟ بتصير 12 ا زائد 6 بي، الجي شيلها ما مهمة، تساوي الصفر. هون عندك 36 أ ناقص 6 بي. ما فيني اضرب الأربعة والتسعة؟ فيني لكن أكيد. شوف حل المعادلات، حليها بالطريقة اللي بدك إياها. شو حطينا هون؟ ناقص 6 بي، شو بتساوي؟ ناقص 0. بس أنا ما عندي نفس الجي هون صح؟ لا. مو ضربت بثلاثة؟ هاي شغلة نسيناها. لا خلينا نرجع نظبطها من اول جديد. يلا ضربنا بثلاثة، شو صار معي؟ 12 ا زائد 6 بي. هلا هون عندي جي، من هي جي؟ هي ناقص 12 قد صارت؟ ناقص 36، شو بتساوي؟ بتساوي صفر. اللي تحت 36 ا ناقص 6 بي زائد او ناقص مين؟ على اعتبار انه انا جي معي اياها، ايش قد جي؟ 12 ناقص 12 تساوي صفر. هلا بجمع صار عندي 48 ا، شو بتساوي؟ 48 صحيح؟ معناتها آ كم؟ آ واحد. عرفت آ واحد، بقي أنا أعرف مين؟ أعرف بي، فبعوض أي وحدة من هدول إذا بدك، وراح يطلع معي بيش قد بي أربعة.
فأنا راح أحفظ قاعدة، إذا إجاني بالامتحان قطع مكافئ في كم نقطة؟ 3 نقاط معلومة، دائما بستخدم هاي المعادلة، بسموها المعادلة العامة. ما استخدمنا هذا لأنه أنا ماني خبر إنه هي موجودة، بعدين أنا عم بكتبه أم طلعت أم طلعت خلاص. هون بستخدمه إذا كانت هي ما موجودة. هلا بيطلع معنا مثال. هذا قانون، شوف أنا عندي 3 أشكال، لسه بدي آخذ الشكل الثالث. الشكل الأول، هذا الشكل الأول، هذا الشكل النموذجي بسموه، وهذا الشكل بدلالة نقاط التقاطع، كان بدي أحفظه، وهلا بحفظ الشكل الثالث. يلا بدي أمحي هي معلش. اللي بعده أعطيني 3 نقاط تقاطع، بكفي بنفس الطريقة. حلوا لكم هذا، فينا كنت تحلوه بالطريقة اللي أخذناها بشوي، وبنحلوه بالطريقة الثانية إذا بتحبوا. فينا نكتبه يعني، فينا نحلوه هيك ونحلوه هيك، تعال نشوف. فينا نحلوه مثل ما حليت قبل شوي، بعوض أول مرة من هي أول نقطة هون؟ ناقص 2 0، ومن هي النقطة؟ 4 0، ومن هي النقطة؟ 0 24. بعوض 3 نقاط وبحل A و B و J كالعادي. أو شوف شو بقول، قول اف اكس، مين هي اف اكس؟ هي A في اكس ناقص اكس واحد في اكس ناقص اكس اثنين، صح؟ شوف اف اكس تساوي A، ما بعرفها مين هي، اكس ما بعرفها مين هي، بس بعرف اكس واحد شد اكس واحد 4، وبعرف اكس اثنين شد اكس اثنين ناقص 2، وفي ناقص شد صارت زائد 2. لا مو اي نقطتين، هني نقطتين محددات لازم يكونوا هدول الحصرة، مو اي نقطة، هذول النقط. هلا بيان عندي مشكله اني اوجد مين؟ اوجد بقوم بستعين بهي النقطه. هي النقطه شو بتقول؟ وقت بتكون اكس صفر شو بتكون واي؟ هي 24. حط هون صفر شو اضل عندي؟ ناقص 4. حط هون صفر شو اضل عندي؟ 2 ضرب ناقص 4 ناقص 8 معناتها كم؟ ناقص هلا انا اذا بالامتحان كان عندي خيارات وما في الا خيار واحد فيه ناقص 3 لك الا هي لا صح، فخلص جوابي صار واضح. ولكن اذا كان عندي اكثر من خيار فشو راح اعمل؟ راح اعوض هون. مين هي اف اكس؟ هي ناقص 3 ضرب اكس ناقص 4 ضرب اكس زائد 2، صحيح؟ تعال نضرب ناقص 4 ضرب 2 ناقص 8 ضرب ناقص 3 24، صح؟ اكس ناقص 4 واكس زائد 2 يعني ناقص 2 اكس، وناقص 3 شو اعطاني؟ 6. اللي بعده ممكن اختار تمرين اخر، كله مثل بعضهم، خلينا نختار اخر 2. خلينا نختار هذا التمرين. كتبنا اف اكس، مين هي اف اكس؟ هي A في اكس ناقص في اكس ناقص اكس واحد في اكس ناقص اكس اثنين. مين هي اكس واحد؟ راح اخذها اول مرة 3. مين هي اكس اثنين؟ 1. بقيان عندي اعرف مين؟ اعرف A، فبستعين بأي معادلة؟ هون او بهي النقطة، عفوا النقطة هون. اذا كانت اكس صفر واي شو بتكون؟ ناقص 6. فبعوض حط بدال اف اكس شو بحط؟ ناقص 6، وبدال اكس شو بحط؟ 0. 0 ناقص 3 ناقص 3، وضرب 1 ناقص 3 ناقص 3 من هون انا بعرف انه اكس انه اش قد؟ هي ايه، لانه اشارته لتحت. هلا شد A هون A 2، ليش راح تكون هون هي سالبة؟ لأنه في عندي هذا القطع المكافئ لوين جهة تبعه؟ جهته لتحت، فأكيد لازم تكون A تبعه A سالبة، مثل هون نفس الشيء. يلا خلصنا ما؟ لا ما خلصنا. بيان عندي عوض مشان أعرف المعادلة مين هي. راح أحط بدال A شو راح أحط؟ 2. هون راح احط اكس ناقص 3، وهون شو راح احط؟ اكس زائد 1. راح كفي عملية الضرب، طلع معي الحل. اللي بعده مش تحكي
يلا اللي بعده، اللي بعده هون اف اكس تساوي ا في اكس ناقص اكس واحد في اكس ناقص اكس اثنين. خليك معي حباب محمد، هلا انا هون عندي كم نقطة تقاطع تحت؟ اخر واحد التاسع. شو اف اكس تساوي A في X ناقص X واحد في X ناقص X واحد، عندي نفس النقطة مكررة لبنى، فبيجي بيطلع هذا A في X ناقص X واحد للتربيع، هيك بصير القانون. ليش؟ لأنه ليك النقطة عم تكرر مرتين فوق بعضه، يعني هون عندك بسموه جذر مضاعف، تتذكروا؟ يعني هون دلتا شو تساوي؟ كأنه دلتا تساوي صفر، يعني جذر مضاعف هون، يعني بصير X ناقص X واحد للتربيع. هلا مين هي النقطة؟ الاكس 2 والواي 0، يعني راح احط هون اكس 2، ولكن انا راح اكون محتاج لنقطة أخرى مشان احسب A. خلينا نعوض، شو بدي احسب A؟ عندي هي النقطة، شو بتقول هي النقطة؟ إذا كانت اكس 0 شو بتكون واي؟ 4، بصير عندي 4 تساوي A. حط اكس 0، 0 ناقص 2 ناقص 2 للتربيع، 4 معناتها A كم؟ A 1. صارت عندي هي المعادلة تحت بعد ما عوضتهم، رجعوا يدوم بالبيت بشكل بسيط. الصفحة اللي بعدها، قال أنا إذا ضفت، شوف أنا إذا ضفت لعند القطع المكافئ ضفت مقدار هون. بصراحة هذا المقدار يا نايا، شو هتعمل نايا؟ هذا المقدار صراحة هو ما نضاف للإكسات، هو نضاف لمين أو انطرح من مين؟ الوايات. يعني أنت وقت يكون عندك، نفرض أنه عندك هذا القطع المكافئ الجميل fx تساوي x زائد 1 للتربيع، وجيت ضفت لهون 2، أنت بصراحة ما ضفت لهون 2، أنت هيك كتبته، هيك كتبته، وبعدين شو عملت بالناقص 2؟ نقلت أم، شو صارت؟ زائد 2. أو وقت أنت بتضيف لهون 2، مين راح تغير، الإكس ولا الواي؟ الواي راح تتغير، لأنه الإكس مثل ما هي ليك قدامي، بس الواي شقد زادت قيمته؟ زادت قيمته 2، صح؟ فأنا هون وقت بضيف 2، مين هو اللي تغير؟ شوف القطع المكافئ، مين اللي تغير فيه؟ وين عم يمشي؟ على محور الوايات ولا على محور الاكسات؟ على محور الوايات. واي هي اللي عم تتغير، واي هي اللي عم تتغير. هون لنفرض انه كان عندي واي تساوي اكس زائد واحد، وجيت عملت واي تساوي اكس زائد 2 للتربيع، مين اللي تغير هون؟ مو واي اللي تغيرت، اكس اللي تغيرت، اكس زادت، بدأ كانت زائد واحد صارت زائد شقد؟ زائد 2. فبجي بقول هون، هدول التمارين الجميلة، لاحظ مين اللي عم يتغير؟ الاكسات هي اللي عم تتغير، على عكس فوق مين كان عم يتغير؟ هون مين كان عم يتغير؟ الوايات عم يتغيروا، اما تحت اللي عم يتغير هو الاكسات. طب تعال نشوف التغيير شلون عم بصير، شوفوا هذا المقدار الجميل، هذا هو x زائد 1، اللي بعده مين هو؟ هذا، خليك معي لبنى، عم تعملي؟ لا حبابي لا تجاوب عليها مسألة، يلا عم استناك. شوف هدول اثنين اللي لونتهم بالأحمر، يا نايا، شو الفرق بيناتهم هدول؟ هون عندي x زائد 1، أما هون شو عندي؟ x، يعني لاحظ وقت زاد عندي 1، قام تحرك القطع من الصفر للناقص واحد، معناتها تحرك على اليسار ولا على اليمين؟ معناتها بدي احفظ قاعده، وقت بزيد بالاكسات لوين بتحرك؟ على اليسار، وقت بنقص من الاكسات وين بتحرك؟ تحرك على اليمين، احفظوه ولا تنسوه. طيب اذا بدنا ننفذ نفس الكلام هون، وقت بطرح ليك كان اكس مربع، طرحت واحد قام شو صار في؟ لا ما في يمين يسار هون، هون شو في؟ في فوق تحت، شو صار في؟ لو طرحنا نزل لتحت وأضفنا شو صار؟ طلع لفوق، تمام؟
دائما راح تلاقي مكتوب هون طارق او ترك. تي تي ريكي ترك. مين هاي؟ مين هاي؟ هاي بسميها الزروي صح؟ زروة القطع. زروة القطع، زروة القطع في إلى أحداثيات، في إلى ري وفي إلى كي أحداثيات. أنت نفسهم إكس والواي بس راح سمين ري وكي مشهورات إلهم أسماء. ليش؟ تفرج لي بعد لازم أحفظها. هاي المعادلة هي معادلة قطع مكافئ بس بدلالة مين هالمرة؟ بدلالة الزروة. بدلالة الزروة fx تساوي نفس الآلة اللي كنا عم نحكي عنها بشوي. مين هاي ري؟ متعلقة ب بالزروة اللي أخذناها بشوي. ما أخذناها بشوي ري كي؟ هاي النقطة هي ري كي. ومين هي كي؟ كمان متعلقة بمين؟ كمان بالزروة، وايات الزروة، الواي تبع الزروة. الزروي الشيء العادي ليش؟ الزروي اما من تحت او من فوق. اكس ناقص التربيع زاد. خليك معي تعال نحل، تعال نحل هذا المثال. لا مو يلا. مين هي معادلة القطع بالاصل؟ بدلالة مين؟ هلا هون شو عاطيني هو؟ عاطيني الزروي، فبقول معادلة تكتب كما يلي: في هاي المعادلة تكون حافظة. شو هي ذروة القطع؟ هي هاي النقطة، مستحيل ما في غيرها أصلا. مين هي الذروة؟ الذروة تبع القطع، يعني آخر نقطة بالقطع. مين هي أوطى نقطة؟ أوطى. مين هي أقل نقطة هون؟ من تحت بسميها ذروة، أو من أعلى من فوق هي بسميها ذروة، أو هي ذروة. هاي هي الذروة. ذروي إذا بدك بالفصحى. طيب هلا fx تساوي ما بعرف مين هي x، ما بعرف مين هي بس بعرف ري. مين بيعطيني ري كم هو؟ 2، فصير عندي ناقص 2. وكي صفر. ايوه كي صفر. ليش؟ انه هي النقطة اللي هي الذروة هي 2 صفر، هي نفسها ري. كي ترمز للوايات وري ترمز للاكسات. هلا بيان عندي اعرف مين؟ اعرف شو بدي اعرف من هاي النقطة. هاي النقطة وقت كانت اكس صفر شقد كانت واي؟ 2. فبعوض هون بدال اف اكس اللي هي واي، حط بدال اكس صفر، صفر ناقص 2 ناقص 2 للتربيع 4، ضرب 4 معناتها كم؟ 1 على 2. 1 على 2. هلا برجع بعوض هذا التمرين الجميل، طلع معي هذا المقدار الاجمل. بعوض بالنص، بعوض الـ fx نص. بدال لا بدال بحط نص. لا fx ما راح تنكتب، هو طالب منك fx. ليك fx تساوي هذا المقدار. تعال نحل تمارين هون، تعال نحل تمارين نتسلى. ايه شوفي، تعال شوفي. نفسه بينحل بطريقتين. نفس الجواب حل طريقتين. هن مثل بعضهم، هن كلهم. شوفي شو اسمهم، اسمهم المعادلة بدلالة كذا أو الشكل كذا، هي بس أشكال للمعادلة بس عم نلعب فيها نحن، بس هن كلهم بنحلوا. شوفوا التمرين الأول ما حلت لكم إياه بطريقتين، حلت لكم مرة بطريقة وبعدين مرة طريقة ثانية، بنحل بكل الطرق. بس شو بتفرق السهولة والصعوبة؟ شوف إذا بتتذكر التمرين اللي قبل شوي هون. شوفي هون، هذا حليناه بطريقة كم معادلة؟ 3 معادلات وحليناهم مع بعض ورجعنا حليناه نفسه من دون معادلات. هون كان أسرع، هون كان أسرع. هذا التمرين التاسع هو تمرين زروي صح؟ فينا حلو هيك وحلو هيك. ليك جربوا حلو. مين هي fx؟ هي في x ناقص ري للتربيع زائد k صح؟ مين هي هاي؟ هو حتى بجوز نفس التمرين، ما في اختلاف بس هون. مين هي هون؟ 2 صفر عوضي x ناقص 2 زائد صفر، ما راح تنكتب هي fx. بعدين هو عامل لي fx شو او y شو تساوي؟ تساوي الاربعة وقت بتكون x شقد؟ صفر. عوض هون بطلع معك 4 تساوي تكون x صفر، شو بتكون هاي؟
والناقص 2 التربيع 4. معناتها اه اش اد 1، فبعوض مره ثانيه بتطلع معي نفس التربيع. فهن فقط اشكال مختلفه للقانون فقط. ما تعال نحل تمارين هون. اختار الاعداد الزوجيه. يلا الزروي هون شو هي الزروي هون؟ نايا هي 2 و 4 صح؟ وفي عندي نقطة هون، مين هي هي النقطة؟ 0 ناقص 12. على اعتبار عاطيني الزروي يا يارا، فبيجي بكتب اف اكس تساوي شو؟ تساوي اه في اكس ناقص ري للتربيع زائد كي. فورا كتبت القانون. هلا راح اعوض، خلي اه مثل من هي اكس ري. ايش قد ري عندي هون؟ 2. شو قد عندي كي؟ 4. وهي اف اكس. هلا انا محتاج فقط اني اوجد مين؟ اني اوجد الاه. هلا مشكلتي مع الاه صح؟ فبقول انه هي المعادله اف اكس يعني تساوي ناقص 12، وبتكون اكس كم؟ مش قد اكس هون؟ 0. 0 ناقص 2 ناقص 2 للتربيع 4، يعني 4 اه زائد 4 صحيح؟ نقول الأربعة لهون شو صارت؟ ناقص 4 ناقص 16، معناتها آه هي ناقص 4. طلعت آه هون ناقص 4. هلا عوض كل هاي المقادير الجميلة، عوضها هون. يعني اف اكس تساوي بدال الآه شو راح احط؟ ناقص 4 في اكس ناقص 2 للتربيع زائد 4. حلهم بيطلع معي. التمرين الرابع كله مثل بعض. حل التمرين الأخير. يلا كمان هون عاطيني الزروي، كم الزروي؟ ناقص 2 4. وش قد هي النقطة؟ 0 8. على اعتبار إنه عاطيني الزروي، فأنا فيني أكتب اف اكس تساوي أ في اكس ناقص ري للتربيع زائد كي، صح؟ بعوض بدل ناقص ري. شد ري هون؟ هي ناقص 2. وقت بحط ناقص ري شو بتصير؟ زائد 2 للتربيع زائد كي كم؟ 4. هلا بدي اوجد اه، فبيجي بطلع لهون عم بيقول لي انه واي بتساوي 8 وقت بتكون اكس 0. 0 زائد 2 2 للتربيع 4، يعني 4 اه زائد 4. نقول ال 4 بتصير 8 ناقص 4، معناتها اه كم؟ رجع عوض بهذا التمرين الجميل. طلع معك اف اكس تساوي x زائد 2 للتربيع زائد 4. هلا فينك تفكه مثل قبله، او اذا هو عطيك اياه بهذا الشكل فبتخليه بهذا الشكل. تمام. تتذكروا وقت كان عندنا معادله من الدرجه الثانيه وكنا نجمع الجذور x1 زائد x2 شو كانت تعطي؟ ناقص بي على a. ناقص بي على a صح؟ هلا هون اذا بنلاحظ نحن لنفرض انه عندي قطع مكافئ جميل، هذا القطع المكافئ فيه له كم جذر؟ جذرين صح؟ منتصف القطعة المستقيمة هي شلون بوجد انا احداثيات منتصف قطعة مستقيمة؟ بجمع ال x1 زائد x2 وبقسم على شقال بقسم على 2، هذا قانون منتصف قطعة مستقيمة. طيب أنا بالأصل بعرف إنه x1 زائد x2 مين هي؟ هي ناقص b على a، ولازم أسمعك عشان فتطلع ناقص b على 2 على 2a، اتفقنا؟ فأنا راح أحفظ شغلة، مجموع الجذور مجموع الجذرين هو ناقص b على a صحيح؟ ولكن ذروة القطع خلينا نسميها ري. الزروي مين هي؟ هي x1 زائد x2 على 2 اللي هي ناقص b على 2a. هذا قانون بدي احفظه، ناقص b على 2a، هذا حفظه. هو بيشبه كثير الناقص b على a، بس بدل ما يكون ناقص b على a شو هو؟ هو ناقص b على 2a. ليش؟ لانه الزروي هي الزروي، ليك هي الزروي صح؟ الزروي هي منتصف x1 زائد x2. ليش عم بحكي هذا الحكي؟ شوفوا ليش. مين بيعطيني احداثيات الزروي هون؟ لا
بيعطي احداثيات الزمن. 22 شوف طيب بلا لكم شغله ثانيه، مين بيعطينا هي النقطه احداثيات اشد؟ شيء صفر. صفر واحد. شيء صفر؟ شد هذا الشيء؟ صفر واحد. ناقص واحد، ليش؟ لأنه المسافة من هون لهون كم؟ ثلاثة. لازم تكون من هون لهون كم كمان؟ ثلاثة. معناته هذا، لأنه هذا هي الزروة، والزروة هي محور تناظر، فلازم يكون المسافة الموجودة من هون لهون نفس المسافة الموجودة من هون لهون. فإذا كانت من هون لهون ثلاثة، شو كنا عم نقول؟ إنه الزروة هي نصف القطعة المستقيمة منتصفة، يعني من هون لهون نفس من هون لهون، من هاي النقطة لهي النقطة. اتفقنا؟ معناته أنا هون قدرت أعرف إنه هاي النقطة الجميلة شد إحداثياتها، إحداثياتها سالب واحد صفر، فصرت أعرف هون هون شو عندي كمان هاي النقطة خمسة صفر، صح؟ وبعرف نقطة إضافية هون مين هي؟ صفر وعشرة. معناته أنا هلا عندي هون نقاط التقاطع معلومة أو غير معلومة؟ معلومة. ففينا نكتب القانون الجميل f x تساوي a في x ناقص x واحد في x ناقص x اثنين. مين هي x واحد؟ خلينا نقول خمسة. مين هي x اثنين؟ ناقص واحد. شو بتصير؟ زائد واحد، صح؟ هلا أنا مطالب إني أوجد a، فبقول له f x شو بتكون؟ بتساوي عشرة، وقت بتكون x كم؟ صفر. صفر ناقص خمسة هون ناقص خمسة، اه معناتها اش قال ناقص ناقص اثنين. هذا كتبناه شلون؟ صفر زائد واحد واحد، ضرب عفوا اشارة ضرب هون يا بنتي، انا جمع. هلا صار بعوض بالمعادلة الجميلة الموجودة فوق، اف اكس شو تساوي؟ تساوي اه، مين هي اه طلعت معي؟ ناقص 2 اكس ناقص 5 في اكس زائد 1، بيطلع معي المقدار هذا الجميل، تمام؟ معناتها لاحظ انا هون شو فادتني الزروة او معلومة انه الزروة بالنص؟ فادتني اني قدرت اعرف ناقص 1 0، تمام؟ تعال نشوف تمرين اخر. عم يسألك هون ري كم؟ ري هي الاكسات من هون لهون، شوف شو بعمل من هون لهون شقد الطول؟ من ناقص 4 ل 6 شقد؟ شبنا من ناقص 4 ل 6 ايش قد؟ 10 5 صح؟ 10 شبكم؟ يعني 5 يعني هون 5 وهون ايش قد؟ 5 صحيح؟ بس هون ايش قد في من هي الخمسة؟ 4 ايش قد ضلت هون؟ 1 6 شبكم؟ عم لك كان اكيد عم نسمهم بالنص. طيب شوي، مو هي زروة؟ مو هي زروة؟ المسافة من هون نفس المسافة من هون، شقد المسافة كلها؟ 10. ليش ما بتعرفي؟ من 6 ناقص 4 شقد في؟ شقد في؟ 6 ناقص ناقص 4 10، تمام؟ ما أنا بطرح 6 ناقص ناقص 4 10، معناتها من هون لهون شقد؟ 5. طيب إذا هون 6 بدي أرجع 5، معناتها هون شو بتكون؟ شوف هلا صارت مسافة من الواحد للستة 5، ومن الواحد للناقص 4 5، صح؟ طب هون اللي بعده ثلاثة بثلاثة، من 2 للناقص 4 6، فبتوزع هون 3 وهون 3، معناتها هي ايش قد؟ ناقص 1، صح؟ اوكي وي كان دو ذات. هلا نحن بدنا نلم مصاري مش هنجيب بداي هون، بس هيك ما مش عارفين. ايه مش عارفين ايه، بس بدنا مين جبنا المصاري؟ لا 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 كثير الله كثير الله. يلا خلصنا، بس بدنا هذا لحد يتبرع ويجيب لنا مصاري. قلت لنا يا ترى لحد يجيب مصاري عشان بلادي اكل وهونيك كمان. يلا خليك معي بعد اذنك بعد عينك، خليك معي. شوف شو راح لاحظ هون. هدول يا يارا والله يا استاذ، هدول النقطتين، هدول النقطتين يارا عن جد، هدول النقطتين لاحظ ذول النقطتين عندهم نفس الوايات، شد الواي هون هون، معناته بيكونوا متناظرين. احفظوها بالقطع المكافئ، اذا كان عندي نقطه
يعني نقطتين على نفس المستقيم فأكيد المسافة تساوي. معناتها هي الذروة المسافة من هون لهون تساوي المسافة من هون. ايش قد الإكسات هون؟ خمسة. وهون ايش قد المسافة بيناتهم؟ ستة. معناتها هون ثلاثة وهون ايش قد؟ ثلاثة. معناتها هاي النقطة ايش قد؟ عشان تكون هون المسافة ايش قد؟ ثلاثة. وهون ايش قد المسافة؟ ثلاثة. فأنا محور القطع المكافئ هو محور تناظر، محور تناظر. عاش تحكي ولا لابس قطع لابس هذا لابس قطع مكافئ لابس لابس كنزي قطع ودك كمان لابس قطع مكافئ